السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار. طبعا بعد حدوث مشاكل في القناه الاولى جياسكا اخبار تي في، نقلنا لكم الاخبار في هذه القناه اللي نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لشبيبه القبائل. وما تنساوش الدعم لايك الفيديو باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد. بعد مشاهده يعني مباراه وديه تحضيريه بين شبيبه القبائل ضد شباب تيزي وزو اللي خلصت يعني 2-2، خلصوا يعني 2-2، يعني هدفين مقابل هدفين. كما راكم تشوفوا بعد المشاهدة التعادل ينهي اللقاء بين التشكيلتين. عندنا هدف سمايلايجيتش يعني زائد هدف زردوم، يعني حسب ما وردنا في لقاء اليوم أن البوسني سمايلايجيتش بالإضافة إلى العرفي ونايت سالم كانوا في المستوى، يعني صراحة كانوا في مستوى رائع جدا وجدا، وربحوا عدة نقاط تحت أنظار بوزيدي. الحارس سيدي صالح كان ضعيف المستوى، البقية أيضا لم يظهروا بالشكل المطلوب، يعني الباقية راه ما ظهروش بالشكل اللي كان يحوس عليه بوزيدي. لهنا خوتنا الناس اللي قاعدين يقول لك للجمهور اللي يقول لك راهي مباراة ودية فقط، ولكن بوزيدي عنده نظرة ثاقبة، يعني يحب يجرب اللاعبين، يحب يشوف المستوى كما احنا نقولوا في المباراة هذه الودية. واكتشف يعني اكتشف باللي صراحة الحارس سيدي صالح راه كان ضعيف المستوى، والبقية ايضا لم يظهروا بالشكل المطلوب، ولكن البوسني سمايلايجيتش يعني ونايت سالم والعرفي كانوا في المستوى وربحوا يعني عدة نقاط. كذلك عندنا هدف زردوم اللي نتمناو لهم ان شاء الله كل التوفيق، لايك الفيديو باش ان شاء الله ديما راح يوصلكم الجديد، ونتمناو ان شاء الله التوفيق يعني لشبيبة القبائل والعودة الى مسارها. ما تنساوش ابوني والاراء تاعكم في التعليقات.